بص النهارده جايين نحضر العرض الخاص لاكس مراتي، عايزك تكلمنا عن التجربه دي. اسم الفيلم اصلا غريب كده. بالتالي اسم الفيلم موضح الفيلم بيتكلم عن ايه، موضح فكره الفيلم. فيلم اكس مراتي تاليف كريم سامي واحمد عبد الوهاب، اخراج معتز زيتوني، والابطال اللي كلكم عارفينهم طبعا. واتمنى ان شاء الله ان احنا اشتغلنا كتير في الفيلم ده وبنحبه، يعني ليه مكانه خاصه عندي انا بالذات، فاتمنى ان هو يعجب الناس ان شاء الله. دكتور نفساني اسمه يوسف بطل، متزوج من صحر، مخلفين ولد اسمه سليم. بيخش حد في حياتهم بيبوظ الكلام ده. التعامل مع بينك كان عامل ازاي؟ كان جميل وممتع وحبيت الاثنين جدا، وانا اصلا بحبهم من قبل ما اشتغل معاهم، فبشكرهم يعني على التعاون ده. مش عارف والله، اديني سؤال محدد. شايفين نشاط فني ليك؟ ايه؟ شايفين نشاط فني ليك؟ الحمد لله. لا يعني كل الحاجات بتتكتب وكل حاجه ليها معاد في التصوير، يعني انا طول الوقت بحب اشتغل على حاجات حتى لو مش هعملها دلوقتي، يعني ممكن يبقى في فيلم بيتحضر وبيتكتب وانا عارف ان هو هيتصور بعد سنه، بس احب ان انا لما اخلص تصوير حاجه يبقى في حاجه جاهزه ان انا اخشها طول الوقت. بيميل اكتر للتلفزيون ولا السينما؟ السينما اكتر، بحبها مش عارف. التلفزيون طبعا بيخلي كمان ناس، عدد الناس اللي بتتفرج عليك وبتدخل البيوت بسهوله اكتر، بس انا مش عارف، انا بحب تصوير الافلام قوي. فيلم البحث عن تصريحه، اعتقد ان انت هتقدمه الفتره الجايه، وده فيلم واحد من اكتر الافلام الناجحه اللي زعيم عادل. طبعا من اعظم الافلام. متخوف من الفكره دي؟ متخوف جدا والله، انا متخوف جدا من الفيلم، من اللي هو طبعا فكره الريميك واتعمل قبل كده. وعلى قد ما انا متخوف متحمس برضو، لان موضوع الريميك ده بيتعمل بره مصر وفي امريكا كتير. شكرا. بيتعمل بره مصر كتير طول الوقت، فحابب انه يبقى موجود في مصر. تواصلت مع الزعيم عادل امام طبعا عشان لا والله ما حصلش، بس في منتج للفيلم اكيد تواصل معاه، وفي مخرج رامي امام ابن الزعيم اكيد تواصل معاه. هتحب انك انت تعمل نفس القصه بنفس الشكل بالظبط، ولا ليك انت حته بتاعتك انت هتقدمها؟ لا يعني اكيد هيبقى في اختلاف بسيط. شكرا.